يلا يلا. اهلي بعتولنا شوية بيض، اشتهيت ذوقك دوبرني. وين عفاف؟ ليش ما هي حطت لي العشاء؟ عفاف نايمة دوبرني. تاني مرة خليها هي تساوي لي العشاء. الله يعين عفاف، يا دوبها ابنها. ليش أكلي مو عجبك؟ لا لا، استغفر الله استغفر الله، مو هيك مرتخي، بس أنا مشان عذابك. إيه عذابك راح تقبرني. راح أبو دياب لعند جواد على البايكي؟ لا ما راح تقبرني، راسه عم يجاوب، فات على أوضته وحط راسه ونام، وأم دياب وولادها ناموا كمان. شو قال لك أبو دياب مشان رحتك لعند أهلك؟ قال بده يفكر بالموضوع. وانت شو رأيك؟ بيت أهلي يا دوب واسع، أمي وأبي ومرت أخي عمران وولادها، وأنا من هالبيت ما بطلع. قطي شعرك. يبعت له حمى هالمنديل، على قد ما له ناعم عم يسحل عن راسي بدون ما أحس عليه. المهم ما قلتي لي يعني شلون أهلك، ليش ما بدك تروحي لعنده؟ أنا وراي رجال بيوقف إخواتي عند حده. شو؟ مين هذا الرجال بقى؟ أنت المعلم جابر يلي كل الناس بتهابه وبتحسب له ألف حساب، إيه؟ ولا مالي معذب قلبك تقولي؟ لا لا كان، كيف؟ أخوك عمران شو أخباره؟ يضرب قلبي عليه، من يوم ما راح على أخت العسكر وما ترينا عنه شيء. أخلي هاك يا حربة! وبيطلع هاك، طلعنا برا! وبيطلعنا برا! تعي هيك! شو القصة؟ كأنه جابر بهدلها وضربها؟ معناها عاملت لها شي عملة كبيرة معه. ايه بس جابر بحياته ما زعلها ولا رفع ايده عليها. يا ترى شو في بيناتهم؟ والله أنا حاسة كأنه في شي، بس شو هو؟ ما عم بعرف. أعوذ بالله من غضب الله. أم قعود الشريفة العفيفة يطلع منها هيك شيء؟ يا لطيف، والله أخواتك ما عن حق ياخدوك إلى عندهم. مياتك انقطعوا من هالبيت يا أم قعود، لازم من بكرة الصبح تروحي لعند أهلك. بسيطة يا جابر الكلب، إذا بكرة ما بحطك جنب أخوك أبو قعود أنا ما بكون أم قعود، ولا تفكر إني خليك تلحق تفضحي. على كل حال إخواتها بدنياها تروح تعيش عندهم، هلأ بفهمها إنه لازم توافق تروح لعندهم على الستر والسلامة. عفاف! ايه اخي؟ ساوي لي كاسة حليب. ايه بالحليب جاهز تقبرني. انا قلت عفاف. ايه تقبرني، انا غليت الحليب لابن اخوك وحسبت حسابك مثل العادة.
إيمي مالي نفس. جابر اشربوا كرمالي. اسمعي يا حلمي، ضيعتك من عنا خلصوا، قاعدة بهالبيت ما عاد إليك. هلا بتضبي غراضك مشان تروحي لعند أهلك. مثل ما بدك، اللي بدك يا بسر، بس من شان الله، من شان الله وطي صوتك لحدا يسمعك. بوس إيدك، بوس إيدك يا جابر، استر علي، الله يستر على حريمك. والله والله ما كان قصدي. خلاص خلاص روحي لشغلك. لا عمي تعا اشرب الحليبات. لا ليه شو بدك فيه للولد؟ خليه يجي يشرب الحليبات. تعا عمي تعا وقفي لشوف. ليش ما بدك يشرب كاس الحليب؟ لك اخي ليش لهلا ما رحت لعند اخوك جواد على البايك؟ ليه؟ يلا اخي رايح رايح. الله يرضى عليك، لا تاخر اكثر من هيك. شنو جواد لوحده هنيك؟ ها ماشي اخي رايح رايح، بس لا يشرب ابن اخي كاس الحليب. شراب عم يشرب؟ لا من شان الله لا. شو بكون؟ شوفي ما في شيء اخي، ما في شيء، بس اشتهيت اسقي كاسة هالحليب لابن اخي يلي ساوت لي اياها مرت اخي، بس هي ما انا عم ترضى. ليش مرت اخي؟ ليش ما بدك اياه يشربها؟ خليه يشربها. سقيته كاسة وخايفة إذا شرب الثانية ينضر. إلي إلي شربيها أنت لكن يلا لشوف. أنا؟ إيه أنت؟ أنا ما بحب الحليب. شو جابيه؟ شايف القصة فيها أنا؟ لا أخي ما في شيء، هي تشرب لها شفتين وفك الله من صرفه. شو علي مرت أخي؟ اشربي اشربي. قلت لكم ما بحبه، ما بحبه يا أخي. لك أنت ما بتحبيها، مش شايفك عم تدولي؟ اخي شربها شفتك ولا حاطط لي بقلبه شيء؟ يو شو بدي احط لك؟ هات لشوف. اشربي. من شان الله، من شان الله ما بدي اشرب. احكي لي لكان، شو فيها الكاسه؟ فيها سم. سم؟ كنتي بدك سمي جابر؟ ايه. لك شو في بينك وبينه لحتى تسميه؟ ما في شيء. جابر شو في بينك وبينه؟ اه ما بعرف اخي، اسالها. لك شو في بينك وبينه؟ احكي. هذا الوطي كان بده يعتدي علي امبارح بالليل. شو؟ انا كنت ارتدي عليك يا اخي يا خاينه؟ اه على مرت اخوك يا وطي. لك يا اخي هي اللي عم تضربني يا اختي. لك بضربك وبشرب من دمك كمان. لك هي مرت ابو قاعود، مرت ابو قاعود ولا نسيت؟ وحياة رحمة ابو قاعود يا ابو دياب، هي اللي راودتني عن نفسها. انا لك خلص، لك خلص، والله ما تفتح تمك وتحكي هالحكي مرة ثانية. لا اصلا زعلان اخي، والله العظيم اخي جابر بريء، انا امبارح سمعته كان عم يضربها ويبهدلها. ايه صحيح، هو امبارح ضربني وولعني، بس اسالوه ليش. انتي بنتي احكي لي، ليش ضربك وولعك؟ اه قلالي لانه بهدلته بعد ما كان بده. يا لطيف يا لطيف، انا ما عاد امن عيش معه ببيت واحد. اسمعي من هدية، انا اشرف منك ومن اللي خلفك. عفاف طب اغراضك وغراضي، شو بدك يا عفاف؟ بدي استكري بيت نسكن فيه انا وياها وجمال، وين ما بدك تروح روح ان شاء الله على جهنم الحمراء، بس اخواتك ما دخلك فيه. لا سيدي دخلني. اتركهم ابن عمي اتركهم، وين ما بدهم يروحوا يروحوا، الله لا يرد حدا. عفاف بتضلي هون ولا بتروحي معي؟ لا اخي بروح معك. اسمعك ليه؟ مالك طلع من هالبيت ولو بتصير مذابح. سامعت التاني؟ مو على كيفك. خلص اخي روح انت، الله يسر لك، انا ما بدي اروح معك. ماشي، بس يكون بعلمكم من هون لشهر بدها تكون الوركه مقسمه، كل واحد بياخذ نصيبه. لك شو جاب سيرة الورده هلا؟ مثل ما قلت لك عفاف طبيلي اغراضي. الله يوفقكم، الهي ينتقم منكم.